إلى نشرة سوريا اليوم وفي العناوين: ريف دمشق تحت مرمى القصف العنيف من النظام وطيرانه يستهدف داريا والمعظمية. رأت صحيفة الجارديان أن الصفقة الروسية الأمريكية لنزع الأسلحة الكيميائية في سوريا كانت مفاجئة للجميع، ونجم عنها تقارب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ولن يكون هناك حل في الأفق من دون أن يعمل الإيرانيون والأتراك والعرب معا. جديد أخبار سوريا في الصحف نتابعه في هذا التقرير. رأت الجارديان أن الشرق الأوسط يشهد تغييرا جذريا في تحالفاته بشكل دراماتيكي، وأن أسوأ تقدير لمحور الاعتدال الذي يضم كل من مصر والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت هو تقييمه للموقف الروسي والأمريكي بالنسبة لسوريا. فهذا المحور أمل بالقضاء على نظام الأسد بسرعة واستبداله برئيس يتماشى مع محور الاعتدال مع استبعاد الجهاديين أيضا. لذا فالسعودية والإمارات أيدتا توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد الأسد، كما أنهما حاولتا التواصل مع روسيا لعدم الاعتراض. ومع ذلك فإن الصفقة الروسية الأمريكية لنزع الأسلحة الكيماوية في سوريا كانت مفاجأة للجميع، ونجم عنها تقارب بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا. وختمت الصحيفة أن الصراع في سوريا وصل إلى نقطة حرجة، ولن يكون هناك حل في الأفق من دون أن يعمل الإيرانيون والأتراك والعرب معا. يلاحظ غسان الإمام في الشرق الأوسط وجود تنظيمات وأحزاب دينية تسعى لاستعادة نير الخلافة العثمانية فتسقط هويتها العربية، وتنظيمات جهادية تتجاهل أو تحارب العروبة لأنها مضادة لتزمتها الديني. ويستنتج أن الجيل السوري الأول الذي ناضل لتحرير سوريا من الاستعمارين العثماني والأوروبي كان أفضل وأنبل وأكثر نزاهة ووعيا بالعروبة والديمقراطية والوحدة الوطنية والقومية والتسامح الديني ورفضه للتقسيم والطائفية من الجيل الاستقلالي. ويذكر الكاتب أنه بانهيار ديمقراطية القوات ل 1949 انهارت سريعا الوحدة الوطنية ثم الوحدة القومية مع مصر، ووصول البعث العلوي إلى الحكم بقيادة صلاح جديد ثم بقيادة الأسد الأب والابن أيقظ المارد الطائفي التقسيمي الذي داراه الأب ولم يعرف الابن كيف يعيده إلى القنينة، فقد أضاع الاستقلال الوطني بالاستسلام لحلفه مع الشيعية الإيرانية. الأمل وحده يعزي أهالي الشهداء في حمص بعدم هدر تضحيات سودان، لتؤكد زياراتهم إلى الأضرحة في مناسبة العيد صوابية الثورة ولو بدا ثمن نجاحها باهظة. شو عم تعمل هنا؟ أخي عم ننسى الشهداء، عم نشربوا المي عطشانين. حين يهبط العيد على حمص لا يكون لأهلها إلا العودة إلى مقابر الشهداء، أما العلاقة بين الشهيد وأهله فهي معقدة قد لا يفهمها إلا من قدم أخا أو ابنا في معركة الحياة التي يخوضها السوريون ضد نظام الأسد. كيف لا وقد استبدل هؤلاء زيارات الأهل والأقارب والأصدقاء في العيد ليحاولوا البقاء أطول وقت ممكن بجانب قبور أبنائهم، ذلك لأن العائلات التي فقدت واحدا من أبنائها كثيرة في حمص، فهي تجد في هذه المقبرة مساحة من الوقت تتبادل فيه الآلام والأنات والذكريات. جبار متكبر، يا رب يا رب دعر قوة ولاده وعيلته وطيبته كلها يا رب. يا رب يا رب يا رب يا قادر يا الله يا رب تخاذل عليهم يا رب. كتعبير عن تقديسهم وتقديرهم لأصحاب هذه القبور يتوجه الحمصيون لتزيينها والاعتناء بها حتى تكون بأبهى شكل وصورة، لقطرات الماء المنسكبة فوقها أن تحمل معها حكاية شوق يعرفها أهل سوريا ممن ثار ضد نظام الأسد وقد أخذت حياتهم ومفاهيمهم شكلا آخر بعد الثورة. لا تستطيع الكاميرا أن ترصد شيئا من العيد أو طقوسه إذا تجولت في أحيائهم وبيوتهم، لكن في مقابرهم تحكي الدموع والورود قصة عيد سوريا. ليس الألم كل ما فيه، بل فيه أيضا العزم على المضي في الثورة حتى الوصول إلى عيد يرضى عنه أصحاب هذه القبور من أبنائهم الشهداء بعد الانتصار على نظام الأسد وجيشه. النشرة بعد الفاصل: كيف يتحضر اللاجئون إلى تركيا لاستقبال الشتاء الواصل باكرا؟
يتجاوز سعر أسطوانة الغاز في ريف حلب 3000 ليرة، أي أنها تقترب من كونها عملة نادرة، لذا يعود المستهلكون إلى أساليب الماضي كالبابور والحطب للتأقلم مع ضريبة الثورة. في ريف حلب مناطق محررة واسعة تعاني من تدهور حالة الخدمات أو فقدها أحيانا، ذلك أمام عجز أجهزة المعارضة عن وضع تصور لحل كثير من المشاكل. أصبح مثلا تأمين أسطوانة الغاز المهمة الأصعب التي تعترض حياة المواطن السوري بعد توقف المراكز الأساسية عن بيع أسطوانات الغاز لتنتقل إلى السوق السوداء، الأمر الذي رفع سعرها أضعافا، ناهيك عن التلاعب بوزنها وكمية الغاز داخلها بعيدا عن عين رقيب أو محاسب. نحن كنا أول شيء جانا الغاز كفينا شهرين، هلأ نحن الجرة ما عاد كفينا شهر 15 يوم، وعم نشتريها للحاجات الضرورية وعم نستعمل على الطبخ مثل الدبور مثل الحطب والنار الخفيف مشان نطعم. وسائل أخرى ابتكرها السكان للتعويض عن نقص مادة الغاز قد يلزم استعمالها جهدا أكبر وعناء، لكن توفيرها أسهل وأرخص ثمنا. في الريف لا يجد السكان صعوبة في استخدام الحطب للطهي على النار، لكنهم إن استطاعوا تأمينه في الصيف فأمامهم رحلة الشتاء لا حطب فيها ولا نار. جات الغاز ب3000، إيش نعمل؟ صرنا نشتغل على التفيق مع البابور. من جانبهم يلقي الباعة باللوم على صعوبة توفير المادة، إذ يحتاجون إلى نقلها من محافظات أخرى أحيانا. أمامهم خطورة الطريق وارتفاع سعر أجور النقل. مادة الغاز صارت قليلة عكس ما كانت قبل، وبيعها كمان صار قليل بسبب ارتفاع سعرها، يعني صارت تجرب 3500 بسبب ارتفاع صعوبة المواصلة. كل ذلك والمجالس المحلية المشكلة حديثا عاجزة عن حل المشاكل صغيرة كانت أو كبيرة، ليترك السكان ليتدبروا أمورهم بأنفسهم. كيف يتحضر اللاجئون في المخيمات على الحدود التركية السورية لاستقبال فصل الشتاء؟ تقرير يلقي الضوء. خيم القماش على امتداد العين هي حجرات أو مساكن للاجئين السوريين إلى تركيا. التنظيم والترتيب واضحين رغم الكثافة، فالقاطنون بمئات الألاف، إنما الأرض المرصوفة تعكس حسن الاستعداد لموسم الشتاء. الحركة الناشطة في المخيم سببها التنظيم الإداري تحضيرا لموسم الشتاء الذي يحل باكرا. الضيوف النزلاء يتسلمون ما تيسر من الألبسة الصوف بموجب بطاقات عبر إدارة منظمة جدا، وعلى مقربة مستودع يوزع أجهزة التدفئة المناسبة، وفي حيز آخر الفرش الإسفنج والأغطية. إذن اللاجئون السوريون في الجانب التركي محظوظون ربما أكثر ممن توجهوا جنوبا إلى الأردن أو غربا إلى لبنان. في آخر خبر ورد قبل قليل أن الائتلاف الوطني هنأ أبناء الشعب السوري بحلول عيد الأضحى المبارك، وتعهد في بيان الدفاع عن حقوق جميع السوريين دون ما استثناء، والعمل يدا بيد مع المنظمات الإنسانية الدولية لرفع المعاناة عن السوريين المحاصرين في المناطق المنكوبة، كما تعهد بمتابعة معركة التحرر ما دامت الثورة لم تحقق كل مطالبها. في الختام تذكير بعناوين النشرة: ريف دمشق تحت مرمى القصف العنيف من النظام وطيرانه يستهدف داريا والمعظمية. الائتلاف يحذر من حملات النظام لتجويع النازحين، وموسكو تتهم المعارضة بخطف عناصر الصليب الأحمر. الغارديان: تغييرات دراماتيكية في تحالفات الشرق الأوسط والحل بعمل مشترك إيراني تركي عربي. إلى هنا تنتهي النشرة، شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.